سلام عليكم. السلام عليكم. الشيخ احمد الوعد معي؟ لا، من يتكلم؟ حياكم الله. انا محب لآل بيت النبي، اللهم صل على محمد وآل محمد. احببنا ان نبارك لكم شهر رمضان المبارك. اتفضل عزيزي. حياكم الله شيخ احمد. كل عام وانتم بخير. الله يبارك فيك. اتفضل عزيزي. معك رامي عيسى من أرض الكنانة. حياك الله، أهلا وسهلا. حياك الله يا شيخ. يا شيخ، في صيام رمضان فضيلة المرجع السيستاني قال في منهاج الصالحين: وأنا أصلي ركعة الوتر إذا خشيت على أذان الفجر وأردت أن أشرب، فلي أن أتقدم الخطوة الخطوتين والثلاث وأشرب وبعدين أرجع تاني. فممكن إذا خفت وأنا بصلي في الوتر، خفت أن يضيع مني والدعاء ومنشغل بالدعاء كما قال الخوي والسيد الخوي والسيد السيستان، ينفع اتقدم واشرب ثم اعود فاكمل الدعاء؟ السؤال مو مفهوم منك، شنو بالضبط المطلوب؟ السيد السيستاني والسيد الخوي قالوا لو انا بصلي ركعة الوتر ونويت الصيام وخشيت ان يطلع عليها الفجر، فلي ان اتقدم واشرب الماء وارجع واكمل الدعاء دون ان اقطع صلاتي. هناك قاعدة فقهية. نعم. هناك قاعدة فقهية، التسامح في أدلة السنن. الأمور المستحبة، الله عز وجل رخص فيها. نعم. بإمكان الشخص أن يمشي وهو يصلي النوافل. ويشرب. بإمكان الشخص أن يمشي ويصلي النوافل. ويشرب يا شيخ. هذه قاعدة فقهية، نعم. معروفة. طب شيخ أحمد. في أدلة السنن. شيخ احمد، طب لو انا كنت جعان وقمت ضارب 70 محشي مثلا وانا برضو في ركعة الوتر منشغل بالدعاء وكده، ممكن اضرب 70 محشي مع حتة لحمة؟ مو مشكلة، كل شيء ممكن. جزاك الله خيرا يا شيخ.